بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي مجددا في تكملة دروس مادة الرياضيات سوف أقوم بتقديم الدرس معكم معلمكم الأستاذ إبراهيم العواجي ويرافقني في لغة الإشارة الأستاذ الشريف الشريف. توقفنا عند اختبار الفصل الثالث أخذنا الجزء الأول من هذا الاختبار واليوم سوف بإذن الله سوف نكمل بقية هذا الاختبار طيب الآن سوف نجد ناتج الطرح ثم نتحقق من إجابتي في البداية عند الطرح العددان 820 ناقصا 674 لابد أن نكتب الأعداد منازلها فوق بعض إذا 28 ناقصا 674 الآن نلاحظ أنني قمت بكتابة المنازل للعددين فوق بعض إذا منزلة الأحاد للعددين فوق بعض وكذلك منزلة العشرات وكذلك منزلة المئات مع ترك مسافة كافية بين المنازل لكي أستطيع أن أستلف أو أعيد تجميع بشكل واضح الآن في الطرح ماذا نفعل؟ نبدأ في أي منزلة؟ أحسنتم إذا سوف أقوم بطرح منزلة الأحد إذا لدينا صفر ناقصا أربعة هل نستطيع أن نأخذ أربعة أعداد من العدد صفر؟ أحسنتم إذا لا أستطيع ماذا أفعل؟ أحسنتم وأقوم بإعادة تجميع من منزلة العشرات إذا هنا لدينا في منزلة العشرات ماذا؟ اثنان إذا لدينا عشرتان نأخذ منها واحد إذا أخذنا عشرة واحدة نضعها في منزلة الآحاد عبارة عن أحسنتم عشرة آحاد إذا نقول هنا أصبح لدينا عشرة أحد إذا سوف نطرح عشرة ناقصا أربعة لدينا عشرة أعداد سوف نأخذ منها أربعة إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة تبقى لدينا أحسنتم تبقى لدينا ستة الآن بعد الانتهاء من طرح منزلة الأحاد ماذا نفعل؟ أحسنتم صحيح إذا نطرح منزلة العشرات واحد ناقصا سبعة كذلك لا أستطيع أن أخذ من العدد واحد سبعة أرقام إذا أقوم بإعادة تجميع من منزلة المئات هنا لدينا في منزلة المئات تمام مئات إذا ثمانمائة نأخذ منها مئة واحدة يتبقى لدينا سبعة 700 إذا أخذت مئة واحدة عبارة عن كم عشرة المئة الواحدة عبارة عن كم عشرة أحسنتم صحيح عبارة عن عشرة عشرات إذا وفي السابق لدينا عشرة واحدة كم أصبح المجموع احسنتم اصبح لدينا 11 في منزله العشرات الان سوف نطرح 11 ناقصا 7 اذا بامكاني كذلك اجد الفرق بين العدد 7 والعدد 11 بالعد من بعد العدد 7 اذا نقول 8 9 10 11 اذا اصبح لدينا احسنتم اربعه وحدات اذا اصبح لدينا في منزله العشرات اربعه الآن تبقى لدينا طرح منزلة المئات سبعة ناقصا ستة إذا أخذنا ستة أعداد من العدد سبعة يتبقى لدينا أحسنتم صحيح واحد إذا أصبح ناتج الطرح مئة وستة وأربعون الآن تبقى لدينا ماذا؟ أتحقق من صحة الإجابة ما هي الطريقة الصحيحة للتحقق من ناتج الطرح؟ أحسنتم، إذاً سوف أستعمل الجمع. إذاً سوف أستعمل مهارة الجمع. الآن نجمع ماذا؟ أحسنتم ناتج الطرح مئة وستة وأربعون، زائداً، أحسنتم 674 وأربعة وسبعون. لابد عند كتابة العددين، نضع المنازل فوق بعض. إذاً نكتب مئة وستة وأربعون، مئة وستة وأربعون، زائداً. العدد الآخر 674 وأربعة وسبعون، إذا نضع الأربعة في منزلة الأحاد نضعها تحت منزلة الأحاد تحت ستة، والسبعة في منزلة العشرات نضعها في منزلة العشرات كذلك، تبقى لدينا منزلة المئات نضعها في منزلة المئات، إذا كتبنا الستة في منزلة المئات، الآن لابد بعدنا بعد ما نجمع العددين لابد أن نحصل على ماذا؟ أحسنتم، لابد أن نحصل على العدد 820، إذاً سوف نجمع في البداية منزلة، صحيح، سوف نبدأ في جمع منزلة الأحاد، ستة زائداً أربعة، إذاً نضيف أربعة أعداد إلى العدد ستة، أحسنتم، إذاً أصبح لدينا عشرة، إذاً صفر وإعادة تجميع الواحد في منزلة العشرات، الآن نجمع واحد زائد أربعة، يساوي خمسة أحسنتم زائدا سبعة صحيح أحسنتم إذا أصبح لدينا اثنا عشر إذا اثنان ونضع الواحد في منزلة العشرات أو في منزلة المئات إذا الآن سوف نجمع منزلة المئات واحد زائد واحد يساوي اثنان زائد ستة أحسنتم يساوي ثمانية نلاحظ أن ناتج التحقق 820، إذاً إجابتي صحيحة، وناتج الطرح هو ماذا؟ 106، إذاً أصبح ناتج الطرح 106. .4. الآن سوف نأخذ تدريب آخر كذلك. سوف أجد ناتج الطرح، ثم أتحقق من صحة الإجابة. سوف أترك لكم بعض الوقت لتنفيذ هذا التدريب، وبعد الإنتهاء سوف نعود لحله سويا باذن الله بعد الانتهاء من حل هذا التدريب، الآن سوف نقوم بحله سوياً للتأكد من إجاباتكم. إذاً في البداية سوف أجد ناتج الطرح. إذاً نكتب العددان: 900 ناقصاً خمسمائة وهو اثنان وعشرون. عند كتابة هذا العددان، لابد نكتب المنازل فوق بعض. الآن سوف نطرح منزلة ماذا؟ أحسنت. إذاً منزلة الأحد. إذا الآن لدينا صفر ناقصا اثنان هل نستطيع أن نأخذ عددان من الصفر؟ أحسنتم إذا لا أستطيع ماذا فعلتم؟ أحسنتم قمتم بإعادة تجميعها من المنزلة الأخرى نلاحظ هنا منزلة العشرات كذلك صفر إذا لابد أن أعيد في البداية منزلة العشرات أعيد تجميع منزلة العشرات وبعد الانتهاء أعيد تجميع منزلة الأحد إذا الآن سوف نأخذ واحد من منزلة المئات، أصبح لدينا ثمانية. هل أستطيع أن أن أقيم أقوم بإعادة تجميع منزلة الأحد مباشرة؟ أحسنتم، لا أستطيع إذاً، لابد أن أعيد تجميع منزلة العشرات، وبعد الانتهاء أقوم بإعادة تجميع منزلة الأحد. إذاً في البداية الآن أخذنا عشرة مئة واحدة نضعها في منزلة العشرات عبارة عن عشرة عشرات، إذا أصبح لدينا عشرة الآن. الآن استطيع أن أعيد تجميع منزلة الآحاد، ولا نقع في الخطأ، نأخذ مئة ونروح نضعها في منزلة الآحاد مباشرة. إذا لابد أن نراعي التسلسل في المنازل. إذا استلفنا من منزلة المئات، نضعها في منزلة العشرات. وهكذا بالنسبة لمنزلة العشرات، الآن نأخذ عشرة واحدة، يتبقى لدينا تسعة، تسعة عشرات. الآن عشرة واحدة نضعها في الآحاد عبارة عن أحسنتم عشرة آحاد. إذا الآن سوف نطرح الآن سوف نطرح لدينا في منزلة الآحاد أعداد كافية. إذا نقول عشرة ناقصا اثنان. كم أصبح لديكم؟ أحسنتم إذا أصبح لدينا ثمانية. الآن سوف نطرح منزلة العشرات. تسعة ناقصا اثنان. كم أصبح لديكم بعد طرح منزلة العشرات؟ أحسنتم إذا أصبح لدينا سبعة تسعة ناقصا اثنان يتبقى لدينا سبعة الآن نطرح منزلة المئات نقول ثمان مئات ناقص خمسة أو خمس أصبح لدينا أحسنتم إذا ثمانية ناقصا خمسة يتبقى لدينا ثلاثة إذا أصبح ناتج الطرح ثلاثمائة وثمانية وسبعون. الآن سوف نتحقق من صحة الإجابة ما هي الطريقة التي قمتم بها بالتحقق من صحة إجابتكم؟ أحسنتم إذا قمتم بعملية الجمع جمع ناتج الطرح 378 زائدا 522 إذا دعونا نكتب ناتج الطرح 378 ثلاثمائة وثمانية وسبعون زائداً خمسمائة واثنان وعشرون، إذا نضع الرقم الأول في منزلة الأحاد تحت الثمانية، إذا في منزلة الأحاد. الرقم الآخر اثنان كذلك في منزلة العشرات. تبقى لدينا الخمسة في منزلة المئات تحت العدد ثلاثة. إذا الآن سوف نجمع العددين، وبعد الانتهاء لابد أن نحصل على العدد. أحسنتم لابد أن نحصل على عدد سعمئة ثمانية زائد اثنان أحسنتم إذن ثمانية زائد اثنان يصبح لدينا عشرة إذن صفر ونضع الواحد في منزلة العشرات الآن بعد الانتهاء من جمع منزلة الآحاد نقوم بجمع منزلة العشرات إذن الآن واحد زائد سبعة يصبح لدينا ثمانية أحسنتم زائدا اثنان يصبح لدينا اذا ثمانية زائدا اثنان يصبح لدينا عشرة اذا نضع صفر والواحد في منزلة المئات الآن نجمع واحد زائد ثلاثة يصبح لدينا أربعة أحسنتم زائدا خمسة أحسنتم يصبح لدينا تسعة الآن أصبح ناتج التحقق تسعمائة إذن إجابتي صحيحة ويكون ناتج الطرح هو ماذا؟ 378 هي إجابة الطرح الصحيحة الآن سوف ننتقل إلى الشريحة التالية نقرأ السؤال جيدا ثم نجيب عليه إذا الآن في السؤال في بداية السؤال أحدد أي العمليتين أنسب الجمع أم الطرح لحل كل من المسألتين الآتيتين ثم أحلهما. لدينا تدريبان اثنان سوف نقوم في البداية بتحديد العملية المناسبة سوف تكون جمع أم طرح ثم نجري هذه العملية. سؤال رقم عشرة: كل علبة في الصورة أدناه تحوي نوعاً مختلفاً من المكسرات ما عدا ما عدد حبات اللوز والفستق معاً؟ إذا نلاحظ في السؤال يريد ماذا؟ يريد عدد حبات اللوز والفستق طيب هل هي العبارة الآن سوف تكون العملية ستكون جمع أم طرح أحسنت نلاحظ كلمة معا إذا تعني أن أقوم بجمع هذين النوعين لأن اتفقنا في الدرس الماضي هناك كلمات تدل على الجمع وهناك كلمات تدل على الطرح وكلمة معا تدل على الجمع الآن سوف نجمع ما عدد حبات اللوز في الشكل الذي أمامنا؟ أحسنتم، إذاً نستعمل الجمع، ثلاثة وعشرون عدد حبات اللوز، وعدد حبات الفستق في الشكل الذي أمامك تسعة وثلاثون، إذاً نقول زائداً تسعة وثلاثون. الآن سوف نجمع العددان. إذا نبدأ في منزلة كذلك الأحد أحسنتم ثلاثة زائد تسعة يساوي أحسنتم إثنا عشر إذا إثنان ونضع الواحد في منزلة العشرات الآن نجمع منزلة العشرات واحد زائد إثنان صحيح ثلاثة زائدا ثلاثة يصبح لدينا ستة إذا أصبح مجموعة عدد حبات اللوز والفستق يساوي ماذا؟ يساوي 62 حبة. إذا عرفنا أن الإجابة سوف تكون بالجمع من خلال كلمة معا وقمنا بجمع عدد حبات الفستق وعدد حبات اللوز. وأصبح لدينا 62 حبة. الآن سوف ننتقل للشريحة التالية كذلك بنفس الطريقة. نحدد العمليه المناسبه ثم نجري عمليه الجمع او الطرح على حسب السؤال الان يقول سؤال رقم 11 مع احمد ثمان مجلات تعليميه اعار صديقه ثلاث مجلات منها فكم مجله بقيت معه اذا الان نفهم ان مع احمد ثمان مجلات قام باعاره صديقه ثلاث مجلات من هذه الثمانيه الان نريد كم عدد المجلات المتبقية معه سوف نستعمل ماذا في البداية الجمع من الطرح نلاحظ كلمة كم مجلة بقيت معه إذا كم مجلة بقيت معه تدل على ماذا على الطرح إذا سوف نستعمل هنا الطرح نطرح ماذا ثمانية ناقصا ثلاثة يعني ثمان مجلات سوف ناخذ منها ثلاثة التي قام بإعارة لصديق لنعرف كم عدد المجلات المتبقية لديه. إذا نقول ثمانية ناقصا ثلاثة نجري عملية الطرح ثمانية ناقصا ثلاثة يتبقى لدينا أحسنت من تبقى لدينا خمسة. إذا ما هو ما هو عدد المجلات المتبقية مع أحمد؟ هي خمس مجلات أحسنتم إذا هي خمس مجلات المتبقية لدى أحمد ننتقل للشريحة التالية اختيار من متعدد يقرأ محمود كتابا يحوي مئتان وخمسة وثمانون صفحة فإذا قرأ أربعة وعشرون صفحة يوم الأثنين وسبعة وثلاثون صفحة يوم الثلاثاء واحد وأربعون صفحة يوم الأربعاء فكم صفحة لم يقرأها الآن سوف أترك لكم بعض الوقت للإجابة على هذا السؤال لكن نلاحظ أن عدد صفحات الكتاب الذي لدى محمود هو مئتان وخمسة وثمانون صفحة قام بقراءة يوم الأثنين عدد من الصفحات وكذلك يوم الثلاثاء عدد من الصفحات ويوم الأربعاء الآن سوف نعرف ما هو عدد الصفحات التي لم يقراها سوف اترك لكم بعض الوقت للاجابه على هذا السؤال ثم نقوم بحله باذن الله سويا بعد الانتهاء من عملية الطرح دعونا نبدأ بحل هذا السؤال ثم نتأكد من خلال الإجابة التي ظهرت لديكم الآن فهمنا أن لدى محمود كتاب فيه 285 صفحة إذا نقول 285 وقرأ في يوم الأثنين كم صفحة قرأ آه ماذا نلاحظ كم صفحة قام بقراءتها محمود في يوم الأثنين أربعة وعشرون صفحة إذا نقول نطرح أربعة وعشرون من عدد صفحات هذا الكتاب خمسة ناقصا أربعة إذا خمسة أعداد إذا أخذنا منها أربعة واحد اثنان ثلاثة، أربعة إذا تبقى لدينا؟ أحسنتم تبقى لدينا واحد. نطرح منزلة العشرات كذلك، ثمانية ناقصاً اثنان، إذا ثمانية أعداد إذا أخذنا منها اثنان، واحد، اثنان، تبقى لدينا؟ أحسنتم صحيح تبقى لدينا ستة. الآن تبقى لدينا طرح منزلة المئات، إذا اثنان وفي الرقم الآخر منزلة المئات صفر. إذا تبقى الاثنان أو المئتان كما هي إذا أصبح الآن ناتج الطرح مئتان وواحد وستون الآن سوف نطرح اليوم التالي وهو يوم الثلاثاء كم قام بقراءة عدد الصفحات سبعة وثلاثون صفحة في يوم الثلاثاء إذا سوف نطرح ناقصا سبعة وثلاثون الآن سوف نبدأ كذلك في الطرح في منزلة الآحاد واحد ناقص سبعة إذا هل أستطيع أن أطرح واحد ناقص سبعة نأخذ سبعة أعداد من العدد واحد إذا لا أستطيع أقوم بإعادة تجميع من منزلة العشرات وهنا لدينا عشرات كافية إذا نأخذ واحد يصبح لدينا خمس عشرات إذا عشرة واحدة عبارة عن عشرة آحاد وفي السابق لدينا واحد إذا أصبح لدينا أحدى عشر. الآن نطرح أحدى عشر ناقصاً سبعة إذا نقوم من العد من بعد العدد سبعة نقول ثمانية تسعة عشرة أحدى عشر. إذا توقفنا عند العدد أحدى عشر كم أصبح لدينا؟ أربعة إذا الفرق بين العددين هو أربعة أعداد إذا الآن أحدى عشر ناقص سبعة. تبقى لدينا أربعة نطرح منزلة العشرات خمسة ناقصا ثلاثة إذا نطرح ثلاثة أعداد واحد اثنان ثلاثة تبقى لدينا اثنان أحسنتم ثم نطرح منزلة المئات هنا لدينا في الرقم الآخر صفر منزلة المئات إذا اثنان ناقص صفر يساوي اثنان الآن أصبح لدينا مئتان وأربعة وعشرون. هل نتوقف هنا؟ نلاحظ في السؤال أن أن محمود كذلك قام بقراءة واحد وأربعون صفحة يوم الأربعاء. إذا سوف نطرح واحد وأربعون صفحة، إذا نقول ناقص واحد وأربعون أربعة ناقصا واحد أحسنتم إذن تبقى لدينا ثلاثة الآن سوف نطرح منزلة العشرات اثنان هل أستطيع أن أخذ منها أربعة؟ أحسنتم إذا أقوم بإعادة تجميع منزلة العشرات لأن الاثنان لا نستطيع أن نأخذ منها أربعة إذا يتبقى لدينا مئة واحدة ونضعها في منزلة العشرات عبارة عن أحسنتم عشرة عشرات، وفي السابق لدينا عشرتان، إذاً أصبح المجموع اثنا عشر، اثنا عشر ناقصاً أربعة، يتبقى لدينا أحسنتم، إذاً نقوم بالعد إيجاد الفرق بين العددين، نعد من العدد أربعة من بعد العدد أربعة إلى العدد اثنا عشر، ويصبح لدينا ثمانية، أحسنتم، إذاً أصبح لدينا هنا ثمانية. ومنزلة المئات في الرقم الآخر صفر، إذا واحد ناقص صفر، تبقى لدينا واحد. أصبح الآن عدد الصفحات المتبقية لدى محمود هي مئة وثلاثة وثمانون، إذا أي الإجابات صحيحة؟ نقرأ الإجابة أ، مئة واثنان، إجابة خاطئة، باء، مئة وثلاثة وثمانون، إذا الاختيار باء هي الإجابة الصحيحة. دعونا ننتقل إلى آخر سؤال لدينا في درسنا لهذا اليوم، سؤال رقم ثلاثة عشر، أكتب السؤال يقول: "وضح لماذا يجب علي دائمًا أن أتحقق من إجابتي؟" "لماذا بعد الإنتهاء من إيجاد ناتج الطرح، نقوم بالتحقق من الإجابة؟" أحسنتم، إذن لابد في نهاية كل طرح أن أقوم بالتحقق. لكي أكتشف الخطأ الذي وق... إذا وقعت في خطأ أقوم بتعديله، إذا التحقق يقوم بعملية تصحيح الأخطاء من خلال المسألة، إذا هنا نقول لاكتشاف الخطأ التي يمكن أن أقع فيها، لاكتشاف الأخطاء التي يمكن أن أقع فيها، بحمد الله وفضله نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه. ونراكم باذن الله في دروس قادمه في ماده الرياضيات